بالنسبة لقصف الاوتونوميك، كل الناس كانت فاكرة كنا بنجيب رابط في السكشن، والرابط ده كنا بنعلقه، وكنا بنعلقه من بيس ميكر اللي هو الجيجنال، ونسجل الكونتراكشنز العادية بتاعة الرابط، سموث ماسل كونتراكشنز. في السكشن ده كان بيجي الفني ويحط على الرابط مواد معينة، اسيتايل كولين، يحط اتروبين، ادرينالين، وفي كل مره كنا بنشوف شكل الكونتراكشنز ازاي. بالنسبه لاسبي الاوتونوميك، احنا هنجيب رسمه، والرسمه دي هنعمل عليها زوم، طبعا ده النورمال العادي. تيجي دكتوره فاتن تحط لك سهم هنا وتكتب عليه الماده اكس، قصدها ايه؟ قصدها ان انا اول ما اديت الماده دي حصل ايه في الكونتراكشنز، واضح ان الامبليتيود عالي منه. وبعد كده اديت ماده معينه، هتكتب لك مثلا اتروبين، وبعد كده الكونتراكشنز بتقل. معنى كده اديت اتروبين يبقى عمل بلوك لمسكارينيك ريسبتورز للاكشن اوف اسيتايل كولين. يبقى اللي انا عايز اقوله الماده الاكس دي اسمها اسيتايل كولين. السؤال اللي بيجي دايما كل سنه في الفوتو دي، ازاي الاسيتايل كولين بيشتغل؟ بيمسك في انهي ريسبتور في السموث ماسل؟ كل الطلب عارفين ان الريسبتورز بتبقى M2 و M4، اللي هو السموث ماسلز، يعني هتركز على التايب اوف ماسكارينيك ريسبتور، واوعى تتلخبط وتقول نيكوتينيك ريسبتور، لان النيكوتينيك ده في نيورو ماسكولار جانكشن. طيب في سنه من السنين دكتوره فاتن عملت ايه؟ حطت الماده اكس اهي، وما كتبتش في الفوتو دي اتروبين، كتبت الماده واي، وبعد كده الكونتراكشنز المفروض كانت تقل، يعني هنا مش واضحه بس كان المفروض الكونتراكشنز ارتفاعاتها تقل شويه، تبقى كده كونتراكشنز تقل قوي عن قبل كده بالمنظر ده، شكل الكونتراكشنز يقل. طبعا اكس ده رمز لمين؟ اسيتايل كولين، والواي ده لو انا مسحت اتروبين قلت واي، ده رمز للاتروبين. في بقى مره دكتوره فاتن قالت ايه؟ قالت انا مش هجيب لهم اكس وواي اسيتايل كولين واتروبين، انا هحط لهم احتمالات. يعني ايه؟ لو حطيت الماده اكس والكونتراكشنز عليه تفكروا في ايه؟ في السكشن كانت الدكتوره بتقول لكم اللي يزود الكونتراكشنز اسيتايل كولين، باريوم هيدروكسيد، وفي بوتاسيوم هيدروكسيد. يعني البوتاسيوم والباريوم والاسيتايل كولين والالكالي يزودوا الكونتراكشنز. اللي يقلل الكونتراكشنز بصفه عامه هو مين؟ اسيد والادرينالين والكالسيوم، هيشتغل دايركت لو حقناه من بره، تمام؟ ودي النقطه اللي الطلبه كتيره بتسال فيها، الكالسيوم جوه السموث ماسل بيزود الكونتراكشنز، بس لما بنحقنه بيقلل الكونتراكشنز. طيب انت قلت لنا ان في كذا ماده تزود الكونتراكشن وكذا واحده تقلل، طب انا في الام سي كيو هختار على اساس ايه؟ لو هي حطت لك اكس وواي وبعد كده قلت، يبقى ده اسيتايل كولين واتروبين. دي الحاجه الوحيده اللي عليك في منهج الاوتونوميك السنه دي. لو حطيت لك حاجه بتزود وخلاص وادتك اختيارات، فانت بتختار كل المواد اللي بتزود الكونتراكشن بصفه عامه. نيجي بقى الصوره الثانيه، انا ما حطيتلهاش ليه صوره؟ لان الصوره الثانيه انا عايز اتكلم على الادرينالين. تعالوا نتخيل ان ده النورمال، واديت ماده معينه، الماده دي تقلل الكونتراكشنز. طيب دي هتبان ازاي في الصوره؟ هتبان كده، ادي النورمال عندي خالص، وادي الماده اللي انا اديتها، مثلا ماده واي عشان تمشي مع الام سي كيو. بعد ما اديتها حصل ايه في الكونتراكشنز؟ عماله بتقل. عرفت منين؟ عرفت ان الامبليتيود ارتفاع كل كونتراكشن بقى اقل من البدايه، وهي بتكتب لك على الداتا شو ان ده نورمال، ده العادي وده الاقل، يبقى ده تاثير النور ادرينالين. المهم تكون عارف ان النور ادرينالين بيشتغل على الالفا 2 ريسبتور، لان دي لخبطت بيها الناس قبل كده. طلبة كانوا داخلين على امتحان القصفي انها صورة يا سايل كولين يا ادرينالين، بس هي حطت
من ضمن جمل الMCQ حاجة ليه علاقة بالريسبتور. نيجي للجزء الأخير من كيرفات الأصفي، هو جزء المصل. ادي الستيمولس وده الليتنت بيريود. اول ما بندي الستيمولس للضفدعة في السكشن بيبقى فيه خط لسه كهرباء ما اتنقلتش من النيرف للمصل، زي فكرة النيورو ماسكولار ترانسميشن. طبعا الجزء اللي طالع ده كونتراكشن واللي نازل ريلاكسيشن. فدكتورة فاتن هتجيب السيمبل مصل تويتش تمام وتقول لك مين فيهم كونتراكشن ومين ريلاكسيشن، وتركز من كتاب العملي فاكتورز افكتنج سيمبل مصل تويتش. ايه اللي بيأثر في الكونتراكشن؟ نوع المصل فايبرز، يا اما سلو اوكسيديتيف يا فاست جلايكوليتيك اللي هو جدول المقارنه زمان من كتاب النظري، ستارلينج لو الافكت اوف ريبيتد ستيميوليشن اللي هو الفاتيك ودي لها رسمه لوحدها، ودخول الكالسيوم. الصوره الثانيه دي صوره مكرره جدا عايزكم تخلوا بالكم منها، وانسوا الارقام اللي موجوده فوق. دكتوره فاتن ما بتجيبهاش بالارقام، الصوره دي انا جايبها من جوجل. فكرتها ايه؟ الان ده النورمال، كل ما بنيجي بنزود الاستيمولاي كل ما الكونتراكشنز في الارتفاع عماله تقل لغايه ما وصلنا هنا الى الفاتيج. فالإفكت اوف فاتيج اللي في كتاب العملي هي بتجيبه في رسمه وتقول لك ايه هنا عليها، بدل 30 60 90 دي هتقولها كده ده 1 ده 2 ده 3 ده 4. ليه؟ عشان تقول لك اختار مين في دول ريبريزنت ذا افكت اوف فاتيج. فانت بتختار مثلا نمبر 4 دي لاقل امبليتيود اوف كونتراكشن. لازم تكون عارف من النظري اسباب الفاتيج، انكريز لاكتيك اسيد انيروبيك اكسرسايز او نيوروماسكولار اكزوستشن، كسرنا اسيتايل كولين فيسيكلز كتيره، والاخيره سايكولوجيكال فاتيج. ناقص لنا صورتين على الاصفي بتاع المصل. الصوره الاولى اللي هي التيتانوس اند كلونس، طبعا هيجي لك رسمه زي دي. ادي كونتراكشن ريلاكسيشن ما اكتملش، كونتراكشن ريلاكسيشن، تحط لك سهم على الصوره دي وسهم هنا بالرموز وتقول لك كل واحده ريبريزنتس ايه. طبعا دي كلونس اللي ان كومبليت ريلاكسيشن وده ريبريزنتس تيتانوس. نميز ازاي؟ التيتانوس هو كونتينوس كونتراكشن، كونتراكشنز كتيره لازقه في بعضها فيوز كومبليت كونتراكشن. السؤال اللي لازم تعرفه على الصوره دي في الام سي كيو، افكت اوف هوت اند كولد اون تيتانوس اند كلونس، ازاي يتحول الكلونس الى التيتانوس وبالعكس حسب تأثير التمبريتشر. في على فكرة فوتو رابعة عايز اقولها لك، هتجيب لك رسمة كده وتقول لك عليها ده نورمال، وبعد كده تيجي من النورمال تعمل لك واحد كده تمام، وبعد كده تيجي تعمل لك واحد كده. ايه اللي حصل؟ هقول لك ده نمبر 1 وده نمبر 2. انا عندي قمتين، واضح ان 1 ده الامبليتيود بتاعه عالي، ده الافكت اوف وورم صلاين، وواضح انه حصل في وقت قليل لان من اول هنا لغايه هنا كل ده يمثل النورمال ديوريشن اوف الكونتراكشن. هنا كل نورمال حصل في وقت اقل، يبقى انا اديت في 1 ده ايه؟ وورم صلاين، صلاين دافي خلى الامبليتيود يزيد والمده تقصر. طب لو انا بدات من نفس البدايه هنا بس حطيت كولد صلاين اللي هو البيك الثاني، اكيد البيك الثاني المفروض هرسمه يبقى المفروض انها تبقى اقل تمام كامبليتيود ويحصل في وقت اطول. فلما تحط كولد صلاين ده نمبر 2، خلي دي حاجه ثانيه، ده 2 ده كولد صلاين، هتلاقي اللي حصل ان الديوريشن طولت منك والامبليتيود قل. ايه سبب ده؟ اخدناه في النظري عشان الانزيماتيك رياكشنز بتقل مع البروده مع الميتابوليك اكتيفيتيز.